قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هل يشرع لمن أذنب ذنبا عظيما أن يسافر إلى المدينة ويأتي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويطلب من الرسول أن يشفع له ويغفر له؟ ما كان الصحابة ولا القرون المفضلة يعملون هذا، لدل على أنه ليس المراد بالآية أن هذا يستمر، لقوله إذ ظلموا أنفسهم، وإذ لما مضى من الزمان، وهذه في قوم طلبوا تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية، طلبوا تحكيم كعب بن الأشرف لعلمهم أنه يأخذ الرشوة. حصلت خصومة بين يهودي وبين مسلم، فقال اليهودي: نتخاصم إلى محمد، لعلم أنه لا يأخذ الرشوة عليه الصلاة والسلام. وقال المنافق: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فنزلت هذه الآية: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت قد أمروا أن يكفروا به، إلى قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يعني من هذه الجريمة جاءوا إلى الرسول، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وفي قضية خاصة: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. نعم، ما هي بعامة بعد موته. نعم، بدليل إذ، وإذ لما مضى من الزمان. نعم، ما قال ولو أنهم إذا ظلموا، لأن إذا لما يستقبل من الزمان. نعم.